دليلة تعالي جايبالي ايه النهارده؟ تعالي يا حبيبتي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله عليكم. هي دي البنت الحلوة والجدعة اللي بتقول لي عليها؟ هي دي يا سيدي. طب ما هي دي اللي أنا بكلمك عليها يا بارون، وأنت عمال توصف لي فيها وبتقول فيها مواصفات ما تنفعش على أي حد في الدنيا غير دليلة. يا سبحان الله، يا سبحان الله، يا سبحان الله. معقولة؟ مش قلت لك؟ مش قلت لك لو ليك نصيب فيها هتلاقيها؟ بتعمل لي سحر يا علي ولا ايه؟ والله العظيم ما عامل لك سحر. المرة دي كنت بدور عليك بجد مش لاقيك يا دليل. ده حفيدي اللي كلمتك عليه. ايه رأيك؟ الكلام اللي أنا قلته صح ولا لا؟ ده صح جدا. اسمعوا، واضح كده انكم ليكوا نصيب في بعض، ولو القدر جمعكم وكل اللي حواليكم عاوزين يفرقوكوا مش هيقدروا، ولو ربنا اراد ليكوا نصيب مفيش قوه على ارض تفرقكم عن بعض.